ولزيارة من نوعها منذ استقلال إريتريا في مسعى لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين. ينضم إلينا للمزيد حول هذه الزيارة وأبعادها من مقديشو مراسلنا جامع نور. جامع، بناء على خطوة الزيارة بحد ذاتها باسم حزب حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان والذي من المرجح أن يكون رئيس وزراء باكستان المقبل، إنه بدأ في إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع حزب واحد على الأقل من الأحزاب الأصغر ومع سياسيين مستقلين. وأتي ذلك بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج التصويت الذي يقول عنه معارضون إنه شهد تزويرا. وللمزيد معنا من إسلام أباد مدير مكتبنا أحمد بركات. أحمد، الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية اليوم قبل دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي غدا الأحد استعدادا لانتخابات يوم الاثنين، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي. وللمزيد ينضم إلينا من هرري مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. الألاف في عشرات المدن الروسية للاحتجاج. أخبار الاقتصاد يقدمها يوسف خطاب. أهلا بك يوسف. تجدونها على موقعنا على الإنترنت الجزيرة.net، ويمكنكم أيضا متابعتنا والتواصل معنا على تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.